فدي اس بي ينتهي الدور في تحديد الفرصة. بعد كده كله درع. فدرع هي حتتبنى الفرص. تمام، ايش بتقدم الدرع؟ هي بتقدم البيئة والمناخ المناسب للمهتمين انهم يشاركوا في بناء الحلول والمنتجات تحديدا. فايش اللي حيتوفر؟ حيتوفر هو مشاريع تكون غير ربحية أفضل. تمام، وإخراج العامل المادي من المعادلة. تمام تماما، إخراجها. أي شخص يبغى مثلا ياخذ منها فورك ويفتح عليها ويبني عليها ويأسس عليها براحته، ولكن في الأساس هي حتكون غير ربحية. كل المشاريع اللي في دار علم غير ربحية، خلاص. هذه ركيزة. طيب من فين يعني ايش اللي توفر للأفراد اللي موجودين فيها؟ يتوفر له كل الأدوات، من الاستضافة، من الأجهزة، الأبكار، عبر شبكة الشركاء الموجودين معنا، سواء كانوا شركات أو مؤسسات قائمة، سواء كانوا بالتشغيل أو من هذا. في منهم يدخل يتبنى، في منهم ممكن هو يعني يتبنى مشروع كامل إلى آخره. تمام؟ طيب، لما النموذج يكون واضح وجاهز وطلع، تمام؟ ديك الساعة ممكن يعني مجموعة أو شخص أو مؤسسة أو شركة يتبنى النموذج هذا ويحوله إلى مشروع قائم. تمام؟ خروج المشروع من مرحلة النموذج لمرحلة المشروع معناته دخلنا من الغير ربحي للربحي. الربحي بشروطه، بموظفينه، برواتبه، بكل حاجة. تمام؟ دور دي اس بي حيكون في النموذج وفي المشروع المتكامل هو دور إشرافي فقط. احنا نتأكد ان الامور ماشية كويسة، ونعطي التصويت والنقد للأفكار في هذا السياق.